حاجه من شويه وانت بتتكلم قلت كارتيرون كان عنده برضو مشاكل قبل ما يعني من قبل ما بيريرا يجي، ففي مشاكل اوريدي في فريق نادي الزمالك او في السكواد او في المنطقه الدفاعيه وهو بيحاول يحلها لحد دلوقتي وبيغير عشان يوصل للتشكيل الامثل او للطريقه الامثل، بلاش التشكيل هو مش بنتكلم في افراد دلوقتي، بس هل دفاع الزمالك انت شايفه ان هو يعني في الفترة القادمة المفروض مين الأسامي اللي تبقى أساسية في دفاع الزمالك وما تتغيرش، والطريقة الأمثل بالنسبة لك إن بريا يلعب ثلاثة ورا ويثبت الطريقة دي ويمشي عليها، ولا يرجع تاني لأربعة ثلاثة ثلاثة بتاعته اللي كنا معتادين عليها سواء في الفترة الأولى وكمان مع بداية الفترة الثانية لما جيت؟ بدايه اول حاجه الزمالك كارتيرون مشاكله الدفاعيه كانت مختلفه تماما عن الشكل الدفاعي الموجود دلوقتي عند الفريق. كارتيرون كان بيلعب لما بيجي يحاول مباراه كتير انه يعمل ضغط عالي، كان ضغط عالي كان بيبقى فيه مساحات كبيره جدا، فرقه الزمالك كانت بتضغط بنص ملعب والمهاجمين يا اسلام، وكنت دايما واللي كانت ابرز مثال كان واضح جدا مباراه الخمسه ثلاثه بالنسبه لي دايما ده اللي انا بدي عليها مثال. كان اللي بيحصل كالاتي، كانت فرقه الزمالك بتبقى هنا الاصفر اهو، فرقه الزمالك بتبقى هنا اسلام، ودفنس الزمالك معزول لوحده تحت. اي مدرب يعني احنا دلوقتي بنتكلم ايه، فرقه الزمالك لما تيجي تلعبها هتلعب اللونج باس زي ما انت قلت، يا على الحته الظهر المسلوسي او الباك رايت او بين السترد باكين، او المشكله متناقضه ما بين واحد بالظبط كده سايب جابه مؤخر الديفنس او واحد مقدم الديفنس بالظبط كده. وكان وقت كابترون اي حد بيلعب في الحته اللي هي ظهر نص الملعب كان بيقدر يباغت الاهلي. طيب المشكله هنا اللي عند كارتيرون متاسف بيريرا مختلفه تماما. انا بشوف ردا على سؤالك يا جهاد، فرقه الزمالك لازم تلعب يكمل على افكاره 3 4 3 وانا قلتها كده، و الاهم من ده ان هو يبتدي يعدل شويه. يعني ما ينفعش انا ما عنديش غير 3 سرد باكات، عبد الغني محمود علاء ومحمود الونش والونش تخيلي، واللي انا عرفته برضو ان هو جرب في التمرين عبد الشافي ولعبها النهارده الشوط الثاني ان هو يبقى سيرد باك ثالث، اللي هي الفكره اللي هي 3 4 3 بتاع الكونتي. فكره ان السيرد باك الثالث دايما بيلعب بيكون يعني اصلا اللي انت تقدر تطلع بيه، لكن ما ينفعش تجيب الثلاثه تلعب بيهم يبقوا شبه بعض. يعني ما ينفعش الونش وعبد الغني محمود علاء، يعني بشوف مثلا ممكن ينجح ان يلعب سيرد باك ثالث واحد زي المسلوسي ان هو يلعب يبقى هو الناحيه اليمين والونش محمود علاء او عبد الغني، او ان العب بعبد الشافي زي ما لعبت النهارده وعبد الله جمعه استفاد بيه، او فتوح ان هو يبقى يلعب في الليفت وينج. بس هل شايفين ان عبد الشافي مناسب في السن ده ان هو يلعب؟ هو عنده خبرات يقدر يلعب. انا اهم حاجه عايز برضو يعني نادي الزمالك عنده مشكله، ولو اتكلمنا احنا بنتكلم على في مثلا كان قبل مباراه اسوان قبل مباراه اسماعيلي احنا بنتكلم وهو بيلعب باربعه، ليه انا بتكلم على فكره ثلاثه، فكره وانت بتلعب باربعه الزمالك عنده مشكله برضو مباراه بيراميدز جيم كله زي ما كان برضو الاسلام بيتكلم في اول الاستوديو، فكره ان انت بتتلعب في ظهر اللعيبه بشكل صعب قوي. يعني نادي الزمالك عنده مشكله ودايما بتبقى بيعاني منها وهو كان بيلعب باربعه، لان الراجل ضاغط الناس وبيطلع بالناس. احنا بنتكلم على يعني مثلا ده الهدف بتاع ده اعتقد طلع الجيش إتي يعني وقفت لعيبه ناشئين، يعني شفناها حتى كان بعد كده كان في بوست شهير جدا على صفحات السوشيال ميديا بنادي الزمالك ان فريرا موقف الناس بيشرح لهم يقفوا ازاي. انا بشوف ان المفروض الليفل الموجود فيه لعيبه الاهلي لعيبه الزمالك لعيبه بيراميدز، يعني افهم مثلا لعيب ناشئ يعني حسام عبد المجيد او فريرا ممكن انا ايه اشرح له اوجهه في الحته دي، لكن لعيبه نادي الزمالك عندها مشكله. مباراه انبي الزمالك كان بيعاني يعني بشكل كبير جدا، الزمالك مع فريرا عايز يطبق فكره وهي ان بلعب بدفاع متقدم خطوط قريبه، الفكره على الورق محدش يقدر يختلف عليها لان العالم كله والكره الحديثه بتلعب كده لازم خطوط تبقى قريبه، بس هل العناصر قادره تطبق الفكره دي على اون جراوند بقى قدام؟ حاجه من الاثنين، يا فيريرا ينتصر على العناصر دي ويقنعهم ويحفظهم وهي عايزه صبر شويه، او ويفضل بطريقه 4 3 اللي هو بيلعب بيها، او هيغير الطريقه ويكمل ب 3 4 3 لغايه يعني نهايه الموسم ما يخلص على بايا كانت النتيجه هل هو هينجح فيها ولا لا. واعتقد من الموسم الجديد تخيلي ان فيريرا هيرجع ل 4 3 3 مع التدعيمات اللي هتبقى موجوده للنادي الزمالك.